وبما انه القاعده الاساسيه انه الفضل ينسب لاهله، خليني اقول لحضراتكم بس عشان في يعني حكايه حاصله بقى لها يومين كده، ومع احتفالات طبعا النادي الاهلي ببطوله الدوري، والحقيقه يمكن القناه كانت مستعده لانه عارفين من بدري انه الدوري تقريبا شبه محسوم والدوري في الجزيره، واحنا الحقيقه كنا مستعدين للحظه الاحتفال عشان نحتفل مع جماهيرنا. غلطه بالتاكيد غير مقصوده، ويمكن حتى احنا لما اتكلمنا في السادسه امبارح واحنا بنستعرض تاريخ فوز النادي الاهلي ببطولات الدوري على مدار تاريخه، يمكن احنا عرضنا حتى في السادسه تقرير مفصل كل بطوله اتحققت في عهد مين من رؤساء النادي الاهلي. حصل بس غلطه يعني سهوا وليس قصدا على الاطلاق في برنامج 10 الصبح من الاهلي مع زمايلي يعني اللي بعزهم وبقدرهم بشكل شخصي كبير جدا، زمايلي نهوان سري وكريم كوجوك، انه اتعمل تقرير يعني اتنسى فيه البطولات اتحققت في عهد رئيسه المهندس محمود طاهر. والحقيقه يمكن انا باكد مره ثانيه الغلط ده غير مقصود على الاطلاق، واعتقد انه تم التعامل معاه في الايام اللي بعدها وفي كل البرامج على شاشه الاهلي بشكل كبير جدا، وبالتاكيد طبعا احنا لابد ان احنا نعتذر عن خطا غير مقصود. انا كمان معايا بالمناسبه دي كابتن ماهر زميلتي العزيزه نهوان سري على التليفون. يا نهوان مساء الخير. يا احمد مساء الخير عليك، اهلا. ازيك يا نهاوند؟ جبتوا لنا صداع يا نهاوند. لا مش صداع خالص ولا حاجه ابدا، يعني كده اهلا بيك. كلامك اهلا بيك يا احمد. طبعا كابتن ماهر مساء الخير على حضرتك في البدايه. مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. لا طبعا انا باكد كلامك يا احمد، الموضوع غير مقصود تماما، يعني احنا بنتكلم ان هنا مهما كان مصدر يعني الخطا في البدايه كده، انا حابه اقول ان بالنيابه طبعا عن برنامج 10 الصبح في الاهلي اكيد اكيد احنا بنعتذر عن هذا الخطا، ومستحيل وباكد تاني مستحيل يكون طبعا مقصود، كل احترام وتقدير المهندس محمود طاهر طبعا طبعا الاهلي الاسبق، زي ما بنتم كل احترام وتقدير يا احمد لكل رموزنا، واحنا طبعا كلنا تعودنا ان احنا نتكاتف. وعايز اقول كمان رساله عامه هنا، يعني احنا حاليا في اشد وقت يا جماعه، عايزين نكون ايد واحده امامنا البطوله الافريقيه، واللي باذن الله كلنا كجمهور ولاعبين واداره حاليه وسابقه يعني بنتمنى التوفيق لفريقنا. قدامنا معترك افريقي شرس اللي ان شاء الله برضه هرجع اقول ربنا يوفقنا فيه ونحصد اللقب الافريقي، دي نقطه مهمه جدا كلنا لازم نركز فيها يعني. اكيد يا نهاوند. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسه. طبعا ده دورنا. وعايزه بس اكد حاجه اخيره يا احمد لو تسمح لي، لان يعني في مزايدات مؤخرا ما فيهاش اي لازمه. معلش احنا كيان الاهلي، كيان الاهلي معروف هو مين، احنا كيان كبير قوي يا جماعه، عريق قوي، معروف قوي للجميع، ووارد على فكره اي خطا يحدث، وياما معلش في اخطاء بتحصل كمان من اخرين، لكن احنا عمرنا ما بنزايد على حد. فهرجع اقول على كل حال مره ثانيه، احنا في فتره مهمه، احنا عيله الاهلي، فيعني يا ريت. طيب احنا فقدنا اتصال. انا بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقه يمكن انا من جمهور ومن عشاق متابعه مع نهواند وكريم كل يوم، ومتاكد الحقيقه انه حتى بعيدا عن الناحيه المهنيه انه دي غلطه غير مقصوده على الاطلاق، وانه كلنا الحقيقه في محطه النادي الاهلي بنحترم ونقدر كل من كان في موقع مسؤوليه سواء كان سابق او حالي. هدفنا الاول والاخير هو الكيان، وبالتاكيد لما نتكلم على بطولات النادي الاهلي فلابد ان احنا ندي كل واحد صاحب حقه.